بسم الله الرحمن الرحيم. هذه تعتبر محاضرات ألقيت على طلاب وطالبات قسم مساعدين مستوى أول، وهي بعنوان مراحل النمو. نبدأ في ملاحظة قبل ما نأخذ المراحل. هناك ملاحظة تقول أنه النمو عملية مستمرة متواصلة، لا يوجد حدود ولا فواصل بالمراحل وبين مراحله. وتقسيم النمو إلى مراحل يقوم أساسا على سمات أو صفات أو خصائص تميز كل مرحلة. أي بمعنى هذه الملاحظة إن النمو يتم بشكل مستمر أو بشكل متواصل، إنما تقسيمه للمراحل يعني تبعا لخصائص ومراحل كل مرحلة من هذه المراحل. نبدأ بتقسيم عام لمراحل النمو. أولا مرحلة ما قبل الميلاد، وهذه تمتد من بداية الحمل وحتى الميلاد. ثم ثانيا مرحلة الطفولة أو مراحل الطفولة منذ الميلاد إلى 12 سنة تقريبا. ثم ثالثا مرحلة المراهقة منذ 12 سنة إلى 21 سنة تقريبا. ثم مراحل الرشد منذ 21 سنة إلى 60 سنة تقريبا. ثم مراحل الشيخوخة اللي هو 5 مراحل الشيخوخة من 60 سنة حتى الوفاة. نبدأ نأخذ في علم النفس النمو. أول شيء التعريف، تعريف العلم النفس النمو هو العلم الذي يهدف إلى دراسة كافة التغيرات اللي تحدث في مظاهر النمو للكائن البشري في مراحله العمرية بدءا من عملية الإخصاب حتى الممات. بمعنى نستشف ونستنبط من هذا التعريف أن علم النفس النمو مختص بدراسة مراحل النمو، يعني ابتداء منذ أن يكون الإنسان جنين في بطن أمه، منذ عملية الإخصاب إلى أن يصير شيخا ثم كهلا ثم يندثر ويموت، ويدرس خصائص مراحل النمو الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية. بعد ذلك معانا تعريف للنمو. النمو سلسلة متتابعة متماسكة من التغيرات تهدف إلى غاية واحدة، هي اكتمال النضج ومدى استمراره وبدء انحداره. نقف وقفة عند هذا التعريف. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من نضغة مخلقة وغير مخلقة ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد المشيئة. قال: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورغت. ويقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف لما نخرج من بطون أمهاتنا ثم جعل بعض ضعفا قوة، مرحلة الشباب مرحلة الفتوة، ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة. إذن لما نجي نسلط الآيات القرآنية هذه على هذا التعريف نجد أنه ينطبق تماما. نرجع ثاني مرة للتعريف، سلسلة أي أنه أن كل مرحلة مرتبطة بالمرحلة السابقة متعلقة بالمرحلة اللاحقة متتابعة، كل مرحلة تأتي بعد المرحلة الأخرى متماسكة، يعني في تماسك بين كل مراحل من الإنسان، طفولة مراهقة يعني رجولة وهكذا. من التغيرات سواء كان تغير في الجانب وظيفي أو في الجانب الجسمي تهدف إلى غاية واحدة اكتمال النضج، يصير الإنسان ناضجا جسميا وعقليا ونفسيا وغيرها. ومدى استمراره، مدى استمرار النضج وبدء انحداره، يعني مرحلة الشيخوخة، يعني مرحلة الشيخوخة بدء انحدار الإنسان جسميا وعقليا ونفسيا واجتماعيا تبدأ بعملية انحدار. طيب بعد ذلك معانا مظاهر النمو. للنمو مظهران لا ثالث لهما. أولا المظهر التكويني بين قوسين الزيادة، والمقصود به الزيادة في الحجم والشكل والوزن والعضلات والعظام، أي أنه متعلق بالجانب الجانب التكويني، الزيادة يعني حجم الإنسان شكله وزنه عضلاته عظامه. أما المظهر الثاني وهو يأتي مساير المظهر التكويني والزيادة، وهو المظهر الوظيفي بين قوسين التغير، هو التغير في الوظائف الجسمية والاجتماعية وجميع الوظائف هذه، ما يتعلق جسمية الاجتماعية النفسية، يعني
ما يتعلق بكذلك الجانب العقلي مسايرة للمظهر التكويني. معنى كلمة مسايرة للمظهر التكويني أي لما يحدث زيادة في الحجم والشكل والوزن والعضلات يحدث تغير كذلك يعني في الوظائف، في وظائف هذه التغيرات الجسمية. طيب معنا هنا ملاحظة، تقول هذه الملاحظة أن النمو يمكن النظر إليه على أنه نتاج لعمليتي النضج والتعلم. النضج له دور بالنسبة للنمو، وكذلك التعلم له دور بعملية النمو، أي إنه بعملية النمو، أي إنه النمو نتاج مباشر لعملية النضج وكذلك عملية التعلم. طيب معانا بعد ذلك ما يتعلق بمبادئ النمو، بمبادئ النمو وقوانينه. مبادئ النمو وقوانينه يعني نستطيع أن نسلط على أهم هذه المبادئ. أول مبدأ من مبادئ النمو وقوانينه يقول أن النمو عملية دينامية أي تغير مستمر، بمعنى عملية متصلة، ما يحدث في مرحلة معينة يمتد أثره إلى المراحل الأخرى. بمعنى أنه على سبيل المثال سوء التغذية في السنوات الأولى من حياة الطفل سواء كان في فترة الحمل أو في مرحلة الطفولة يؤدي له تأثير مستقبلي على مراحل متقدمة من لو من حياة الإنسان، أي له أضرار، له أضرار يعني إذا كان في سوء تغذية له أضرار بعد ذلك سواء كان في مرحلة المراهقة أو مرحلة الشباب أو غيرها من مراحل. ثاني مبدأ مبادئ وقوانين النمو، تختلف سرعة النمو من مرحلة لأخرى، يعني لكل مراحل مرحلة النمو له سواء كان يسرع النمو أو يتباطأ، ومع ملاحظة أنه عندما يحدث سرعة يحدث هناك طفرة في التغيرات، في تغيرات بالنسبة للنمو الإنسان. عندما يحدث تباطؤ قد لا نلاحظ تغيرات تطرأ على عملية التغير. طيب ثانيا أو ثالثا من مبادئ النمو وقوانينه أنه يسير النمو من العام إلى الخاص. الملاحظ حول هذه النقطة وهذا أو المبدأ أنه نمو الإنسان، نمو الطفل الوليد بالنسبة إذا أخذنا باللغة يبدي يطلق أصوات عامة قبل ما يتحكم بيطلق عملية المناغة أو الملاغة، يعني يبدي يتحكم بنطق كلمة مثلا بابا أو ماما. كذلك بالنسبة للنمو حركات أعضاء الجسد يبتدي مثلا يتناول اللعبة يندفع جميع جسمه قبل ما يندفع بيده، قبل ما يندفع يحرك أصابعه، أي أنه النمو يتم من العام الخاص. كذلك يبدي يعتقد أنه جميع يعني الأمهات في تشابه بينها وبين أمه، ثم بعد ذلك يبدي يحدد أنه هذه أمه. كذلك ما يتعلق بيشبع دافع الجوع يبتدي يأخذ أي شيء ويضعه بفمه، يعتقد أنه يشبع عنده دافع الجوع، ثم يبدي يميز بالشيء عن الشيء الذي يشبع عنده عملية الجوع وغيرها. طيب كذلك أنه من مبادئ النمو يخضع النمو لمبدأ الفروق الفردية. هناك فروق فردية بين الأفراد، فالنمو طبعا على سبيل المثال طفلين بنفس السنة أو بنفس اليوم عملية تمت العمليات الولادة بالنسبة لهم، لاحظ مثلا في فروق هناك بالنسبة لعملية أنه يقف أو الحبو الوقوف يمشي، قد يحدث لأحدهم أنه يمشي قبل الآخر. وكذلك ما يتعلق باللغة، يعني هناك فروق فردية، أي فروق الفردية بالنسبة للغة، أي أنه يختلف بالنسبة لسرعة الفروق الفردية تلعب دور بالنسبة لسرعة النمو بالنسبة للفرد. كذلك معانا ما يتعلق بمفاهيم أساسية ومفاهيم حبيت أن أسلط الضوء عليها بالنسبة لعلم النفس النمو، وترد كثيرا في مقرر علم النفس النمو. من هذه المفاهيم مفهوم الفترة الحرجة. الفترة الحرجة يقصد بها فترة زمنية من حياة الفرد يكون فيها أكثر ما يكون استعداد لتلقي أثر البيئة والاستفادة القصوى من خبراتها. يعني معنى هذا الكلام أن الفترة الحرجة يعني هي فترة زمنية من حياة الإنسان أو من حياة الفرد يكون فيها أكثر استعداد لتلقي أثر البيئة والاستفادة القصوى منها. على سبيل المثال تعلم اللغة، قالوا السنوات الأولى من عمر الطفل فترة حرجة لاكتساب اللغة أيا كانت، لغة عربية أو لغة إنجليزية أو لغة فرنسية وغيرها. كذلك
فمرحلة المراهقة فترة حرجة للتعامل مع المراهق جسميا وعقليا ونفسيا. مرحلة المراهقة مرحلة طاقة، ففترة حرجة لكيف يتعامل المربين مع المراهق. كذلك يقولون العلم في الصغر كالنقش في الحجر، أي أنه أكثر ما يكون الإنسان استعدادا يعني لتلقي العلم في الطفولة، يعني ليس معنى ذلك أنه لا يستطيع التعلم في مراحل لاحقة. يعني ممكن على سبيل المثال ممكن الإنسان يحفظ القرآن الكريم في قد يكون بعمره 80، لكن ليس بنفس الاستعداد وليس بنفس السهولة لما يكون في مرحلة الطفولة. يعني كل ذلك يقولون يعني أكثر إخصاء وأكثر قدرة على الفهم وعلى عملية الحفظ في هذه المرحلة. طيب المصطلح الثاني اللي أردت أن أشير إليه كلمة المرحلة. إحنا درسنا مرحلة الطفولة، مرحلة المراهقة، ماذا نقصد بكلمة المرحلة؟ المرحلة، المرحلة يقصد بها مجموعة محددة من الخصائص اللي تختلف في مجموعة يعني من عبارة عن مجموعة من الخصائص، يعني اللي تختلف عن المراحل الأخرى، تختلف في خصائصها عن المراحل الأخرى، وهذه الخصائص تميز هذه المرحلة عن بقية المراحل. على سبيل المثال لمرحلة الطفولة خصائص جسمية وعقلية ونفسية واجتماعية تختلف تميزها عن مرحلة المراهقة من ناحية الخصائص الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية، أي أنه أطلقون عليها كلمة مرحلة تبعا للخصائص والمزايا أو الصفات اللي تميز هذه المرحلة عن بقية المراحل. طيب المصطلح الثالث اللي يردونه وكثير أكثر استخداما كذلك في علم النفس النمو المهمات النمائية. المهمات النمائية يقصد بها مجموعة من المهارات المختلفة اللي يتوقع المجتمع من الفرد أن يكون قد أتقنها في نهاية مرحلة معينة من مراحل حياته. بمعنى يقصد بهذا التعريف أو هذا المصطلح أنه يتوقع المجتمع أو يتوقعون الأفراد من الفرد في نهاية مرحلة معينة من مراحل حياته أن يكون قد أنجز مجموعة من المهارات أو من المهمات أو من الصفات. يعني إذا لم ينجزها معنى ذلك في خلل، سواء كان خلل جسمي أو خلل نفسي، لابد أن يكون محل دراسة هذا الفرد. لذلك ضرب لنا مثال، قال مثلا عملية التحكم بالإخراج والتبول الإرادي، يتوقع من طفل السنة الثالثة أنه قد يكون قد تحكم بعملية الإخراج والتبول الإرادي. إذا في حدث خلل أو لا يستطيع التحكم، يعني هذا محل مراجعة، قد يكون له أسباب جسمية أو أسباب نفسية، يعني أنه يكون محل دراسة هذا الطفل الذي لم يستطع، يعني وصل إلى السنة الثالثة في نهاية السنة الثالثة ولم يستطع التحكم بالإخراج والتبول الإرادي. طيب كذلك المصطلحات التي تستخدم في علم النفس النمو، مصطلح النضج. النضج هنا قال النضج يقصد به تفتح القابليات والقدرات والخصائص الفطرية عند الفرد. وإحنا كما أشرنا في مسبقا أنه النمو نتاج لعملية النضج والتعلم. طيب بمعنى آخر أو بتعريف آخر بالنسبة للنضج، النضج قالوا كما قال علماء النفس اكتمال النمو البيولوجي منذ البيضة المخصبة في رحم الأم إلى أن يصير الإنسان راشدا. طبعا ينضج الإنسان لمرحلة الرشد ثم بعد ذلك يبدأ ينحدر، كما قلنا كما أشارت الآية قال قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من نطفة مخلقة وغير مخلقة ثم نخلقكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من توفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر. هذه مرحلة الشقوقة لكي لا يعلم بعد علم شيئا. قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. طيب بعد ذلك معانا ما يتعلق بخصائص مراحل النمو. طبعا سواء كان مرحلة ما قبل الميلاد أو مرحلة الطفولة أو مرحلة المراهقة أو مرحلة الرشد أو مرحلة الشقوقة، لكل منها خصائص جسمية ونفسية واجتماعية وعقلية يعني تميز هذه المرحلة عن بقية المراحل. نشير هنا إلى مرحلتين، مرحلة الطفولة اللي تعتبر مرحلة مهمة بالنسبة لتركيبة الشخصية والنسبة كذلك للعقد النفسية اللي تنشأ والأمراض العقلية والأمراض النفسية فيما بعد. مرحلة الطفولة يعني مرحلة مهمة بالنسبة
لحياة الإنسان. نريد أن نشير إلى أهم الخصائص بالنسبة لمرحلة الطفولة ومراحل الطفولة. مرحلة الطفولة النمو العقلي. النمو العقلي قالوا عند الطفل أول شيء نريد أن نشير أنه النمو العقلي عند الطفل ينتقل من التفكير المرتبط بالماديات المحسوسة إلى التفكير يعني بالمفاهيم المجردة والمعنوية. طيب نوضح ذلك. على سبيل المثال المربيون عندما يريدون أن يتعاملون أو يريدون أن يلقنون أو يدرسون ما يتعلق بعملية الحساب لابد أن يعتمد المربي على الشيء المحسوس. يعني على سبيل المثال ما يجيش يقول له لفظيا ثلاثة يا بني ثلاثة زائد ثلاثة يساوي كم، لا يعطي له. لذلك نلاحظ الأطفال في هذه المرحلة يستخدمون الأصابع بعملية العد، يقول ثلاثة ويعد بالنسبة للأصابع ثلاثة ثم يقول كم يا أستاذ كم زائد ثلاثة، يعطيك ذلك ثلاثة ويرجع يعدها بشكل كلي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. أي يعتمد على الجانب الحسي، على الجانب الحسي المادي. كذلك مثلا لا أستطيع مهما حكيت للطفل ما تم من أحزان من قصص مؤلمة لا أستطيع أن أثير عنده الحزن والبكاء، لكن مثلا لما أعتمد على شيء حسي أخذ منه اللعبة أو أبتدي أقوم مثلا بضربه يعني جانب حسي مادي أو أخذ منه شيء يعني من متاعه يبتدي يحزن يبتدي يقوم بالحزن، لكن مهما جانب عقلي مهما أثرته عنده عملية الحزن يحزن لأنه تفكيره مرتبط بالجانب الحسي جانب حسي. وكذلك لما نريد أن نشير أنه الرياضيات كلما تطورت كلما انتقلت من جانب حسي مادي إلى جانب معنوي مجرد، حساب التفاضل والتكامل الهندسة الفراغية وغير ذلك تعتمد على الجانب المعنوي بعد ذلك على الجانب. كلما كبر نضج الإنسان كلما كبر الطفل عقليا كلما علمناه جوانب مجردة سواء كان في الرياضيات أو غيره أو الجوانب المعنوية ننتقل من جانب حسي مادي إلى جانب معنوي مجرد. طيب الشيء الثاني من خصائص مرحلة الطفولة النمو الانفعالي والاجتماعي. نلاحظ عند الأطفال عملية الغيرة يغار الأطفال فيما بينهم، لذلك نلاحظ عندما يجتمعون الأطفال في هذا السن نلاحظ أنه يثيرون انتباه الآخرين. يحدث مثلا عند هؤلاء الأطفال يعني عندما يلتقي أحدهم بالآخر يعني سواء كان نلاحظ أنه عملية الغيرة عند الأطفال، لذلك هذا مجعاه لجذب انتباه الراشدين والتعاون معهم ليفضوا النزاع بينهم أو ليحدث مثلا عملية يعني حيث الغيرة تولد عند الطفل هذا أنه يحاول أنه يعتدي على الطفل الآخر فمدعاه لتدخل الآخرين الراشدين ومن ثم فض هذا النزاع. كذلك المنافسة من خصائص مرحلة الطفولة المنافسة. لاحظ عند الأطفال روح المنافسة في هذه المرحلة بدأت مرحلة ابتدائية، فلاحظ ما يؤدي لزيادة المشاجرات والمشادات يعني سواء كان بأسباب مباشرة واقعية أو أسباب مثلا يخترق هذا الطفل لأنه يشعر بنوع من المنافسة مع زميله، بالإضافة إلى المحاولات المستمرة لجذب انتباه المدرسين لأنه عندهم روح التنافس في هذه المرحلة. كذلك نريد أن نشير إلى جانب مهم بالنسبة أو ملاحظة هنا أنه الصرخة الأولى بالنسبة طبعا العلماء قروا بحوثات ودراسات حول يعني إيش هي الأسباب بالنسبة لحدث الصراخ في عند الطفل الوليد، فلاحظوا من ضمن الأسباب من خلال الدراسات يعني سواء كان جانب الجوع أو ما يتعلق بتلال الطفل أو ما يتعلق مثلا بآلام داخلية أو كثير من الأسباب. كذلك نريد أن نشير الملاحظة هذه أنه ما هي سبب الصرخة الأولى عندما يولد الطفل هذا، يعني حسب تقدير علماء علم وظائف الأعضاء علم الفسيولوجي حسب تقدير علماء الفسيولوجيا ينظر إليها كونها فعلا منعكسا لمثير خارجي مرور الهواء من القصبة الهوائية للرئتين قالوا بمساعدة الطفل الوليد على التنفس ليضمن لنفسه الحياة. معنى هذا الكلام الطفل هذا عندما ينزل من بطن أمه يعني يدخل هواء، فأول ما يدخل يشعر كما من وجهة نظر علماء الفسيولوجيا يشعر بنوع من الألم كفعل انعكاسي ومن ثم
للنتيجة لدخول الهواء لأول مرة للقصبة الهوائية ومن ثم الرئتين، ومن ثم كما من تقدير علماء الفيزيولوجيا وعلم وظائف الأعضاء يحدث الصراخ هذا نتيجة الفعل الانعكاسي هذا مرور الهواء عبر القصبة الهوائية ومن ثم عبر الرئتين. إذا نستطيع أن نقول سبب من وجهة نظر يعني علماء الفيزيولوجيا أنه حدوث الصرخة الأولى عند الطفل هو دخول الهواء لأول مرة، لاحظ لأول مرة، ومن ثم يحدث فعل انعكاسي، يعني مثل ما تلامس شخص مثلا بجنبه يحدث مثلا يحدث صوت نتيجة للفعل الانعكاسي هذا، فعل انعكاسي ما حدث له. كذلك هنا يعني فعل انعكاسي نتيجة لمرور الهواء عبر القصبة الهوائية ومن ثم الرئتين فيصدر منه هذا الصوت. طيب بعد ذلك معنا مراحل أو مرحلات المراهقة. طيب مرحلة المراهقة نريد أول نشير إلى المعنى. طيب المعنى اللغوي لكلمة مراهقة تعني الدنو أو الاقتراب، ويعني الدنو والاقتراب يعني من النضج أقصد به. وأصل المعنى اللاتيني لكلمة مراهقة يعني الكلمة هي الاقتراب المتدرج من النضج. طيب هنا علماء النفس لهم تعريف بالنسبة للمراهقة، قالوا هي المراهقة من وجهة نظر علماء النفس أو علم النفس قال بأن المرحلة اللي تبدأ مع نهاية الطفولة المتأخرة وتمتد حتى بداية الرشد. طيب إذن مرحلة المراهقة هي فترة حرجة تعتبر بالنسبة للتعامل مع المراهقين. طيب نريد أن نشير إلى أهم الخصائص بالنسبة لمرحلة المراهقة. طيب عقليا ومعرفيا أول شيء مرحلة المراهقة. طيب طبعا قد ينحصر، يعني أريد أن أشير هنا إلى ملاحظة، قد ينحصر مفهوم بعض الأشخاص وبالذات في بيئاتنا اليمنية أنه كلمة مراهقة يروح ذهنه إلى الجانب الجنسي فقط. لا، المرحلة المراهقة طاقة جسمية وعقلية ونفسية واجتماعية، فكيف أنه نتعامل مع هذه الطاقة؟ يعني كما قلنا الآية القرآنية قالت الله الذي خلقكم من ضعف لما نخرج من بطون أمهاتنا يحركنا جهاز عصبي بطريقة لا إرادية، لا حول لنا ولا قوة. ثم مرحلة المراهقة تعتبر يعني هذا لما نخرج من بطون أمهاتنا يعني قلنا أنه يحركنا جهاز عصبي، لكن كما قال الله سبحانه الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعضها في القوة. هذه المرحلة الطاقة، مرحلة الشباب، مرحلة المراهقة طاقة جسمية وعقلية ونفسية واجتماعية. لذلك قال من خصائص مرحلة المراهقة عقليا ومعرفيا قال إدراك الفرد أكثر اعتقادا يعني أكثر شدة، والذكاء أكثر حدة كذلك، وتتبلور عند هذا المراهق القيم في نهاية المرحلة، القيم الأخلاقية يعني لابد أن يعلم، يعني كما يقولون بيئتنا اليمنية إذا كبر ابنك أخي. يعني مرحلة الشباب مرحلة مهمة وهي فترة حرجة بعمل التربية، قال مع وصول الفرد إلى نهاية المرحلة يكون قد تعلم يعني من خلال الأسرة من خلال المربين، يعني عبر طول النفس عبر الصبر معنى التسامح معنى القيم الأخلاقية يعني العدالة، نعلمه مثلا قيم أخلاقية يعني كانت في أصل تربيته يعني الأمانة العدالة التعاون المودة تحمل المسؤولية. يعني نلاحظ مثلا على سبيل المثال عندي ملاحظة هنا أو كوجهة نظر أنه المناهج القديمة بالنسبة للمناهج القديمة كانت تهتم بهذا الجانب، لذلك كان تورد قصص يعني على جيل الثمانينات جيل التسعينات، يعني بالنسبة للمنهج مثلا على سبيل المثال دراسة الإنسان لقصص الناجحين، دراسة قدوتنا اعتداء من الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والصحابة، كذلك يعني دراسة قصص الناجحين تؤدي إلى يتعلم الطفل أو يتعلم المراهق هذه القيم، يتعلم زي الصدق زي الأمانة زي ما التعاون. لكن نلاحظ مثلا على سبيل المثال المنهج الحديث يعني أعتقد أنا من وجهة نظري كغزو غربي يعني حاولوا أنه يبعدوا هذه القصص مثلا قصة صلاح الدين الأيوبي، قصة خالد بن الوليد، قصة يعني قصص عمر بن عبد العزيز اللي يعتبرونه الخليفة الخامس، كذلك قصص ما تحط مثلا رجال حول الرسول، يعني حاول المجتمع أعتقد أنه عملية مقصودة، يعني حاول سواء كان يعني نلاحظ مثلا المجتمعات زي ما المغرب تونس الجزائر اللي منفتحة أزيد المجتمعات الغربية
يعني يأتي للطالب يقول له مثلا قلص المواد التي تحث على الفضيلة، يعني التربية الإسلامية القرآن الكريم، ومن ثم كثف المواد اللي تعتمد على ما يتعلق باللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية، بحيث أنه أصبحت المواد متعلقة قد يكون بشكل يومي. لذلك القصص هذه تحث نتعلم منها، تحثنا على القيم الأخلاقية. يعني نلاحظ مثلا المجتمعات الغربية مثلا على سبيل كما تحدثت، المجتمعات اللي منفتحة على الغرب قالوا خلاص ما يتعلق بالقرآن الكريم، يتعلق بالتربية الإسلامية، الطفل هذا المراهق هذا قد مسلم من بيته. كذلك نلاحظنا في بيئتنا العربية والإسلامية حاولوا يقلصوا، حتى تلاحظ في إطار جداول المدارس ما يتعلق باللغة الإنجليزية مكثفة، قد تكون باليوم حصتين أو الرياضيات وغيره، لكن مثلا قلصوا ما يتعلق على سبيل المثال القرآن الكريم، قد يكون حصتين إلى ثلاث التربية الإسلامية، كذلك ما يتعلق بالقصص هذه اللي كانت تربي عند المراهق الصدق الأمانة الإخلاص، ويعتبر هذا اللي يدرسه الشخصية مثلا رجال حول الرسول قدوة ويتعلم منه هذا القيم. طيب هذا ما أردت أشير إليه. كذلك نفسيا وانفعاليا المراهقة يعني نتيجة لزيادة هرمونات في دماغها ويحدث اضطراب عند المراهق، ومن ثم نلاحظ أنه الحساسية حساسة أكثر، متقلب المزاج، يهتم بإيجاد ذاته وإثبات ذاته، وهذه نقطة مهمة، إثبات الذات. لذلك كيف نمتص وكيف نتعامل مع هذا المراهق وإثبات شخصيته، كيف نتعامل مع هذا الإثبات شخصيته، سواء كان بالعناد وهذه نقاط مهمة أو بالتمرد أو التشدد. لذلك ضروري ما نتفهم شخصية المراهق في هذه المرحلة، ويرى العلماء كذلك ضرورة مراعاة هذه المرحلة، لأنها تعتبر مرحلة حرجة كما قلت، طاقة جسمية وعقلية ونفسية واجتماعية. كيف على المربين الأسرة المدرسة يعني وغيرها كيف يتعاملون يعني بحيث أنه يجتاز هذه المرحلة بنوع من الأمان، كيف يفرق هذه الطاقة بممارسات ما يتعلق بهوايته المفضلة كاللعب كالرسم وغير ذلك مما يلاحظ التفريق للطاقة الموجودة، لأن كما قلنا كل المراهقة طاقة جسمية وعقلية ونفسية واجتماعية لا نحصرها حول الجانب الجنسي فقط، وهذا ما يقع به كثير من الأشخاص عندما نذكر له كلمة مراهقة. طيب معنا بعد ذلك ما يتعلق بالعوامل المؤثرة في النمو. طيب في هنا عدة عوامل تؤثر في النمو. طيب أهم هذه العوامل أولا الوراثة. طيب التعريف بالنسبة للوراثة قالوا انتقال الصفات الوراثية من الوالدين لابناء عبر الجينات أو عبر المورثات، أي أنه خصائص الفرد الجسمية والنفسية واستعداد الفرد للإصابة بعض الأمراض النفسية والعقلية يعني الوراثة تلعب دور فيها. إذا الوراثة يعني التعريف هذا نستنبط منه يعني زي ما يرث الإنسان الاهتمامات، البخل، الكرم، المبالغة بالكلام اللي نطلق عليه في بيتنا الهلس مثلا أو الكذب، للوراثة دور فيها. كذلك الصفات الوراثية زي ما مثلا اللي تنقل سواء كان من الأجداد عبر المورثات عبر الجينات، كذلك يعني الاستعداد يعني 70% وبعض العلماء قالوا 90% من الأمراض النفسية يعني ترى للوراثة دور فيها يعني على سبيل المثال الاكتئاب، الوسواس القهري وغيرها من الأمراض في جانب وراثي بالنسبة للوراثة تلعب دور. طيب العامل الثاني يلعب دور في النمو البيئة. عرفوا لنا البيئة قالوا المجموع الكلي للمثيرات المحيطة بالفرد ابتداء من وجوده في رحم أمه حتى مماته، يعني يقولون أن الإنسان ابن بيئته، البيئة تلعب دور، تميز الشخص من خلال ملامحه الجسدية، من خلال صفاته النفسية، من خلال التعامل العقلي، من خلال التعامل الاجتماعي، من خلال بيئته تميزه هذا أنه يبتدي ينتمي البيئة كذا وهذا البيئة الأخرى. لذلك قالوا البيئة هي المجموع الكلي للمثيرات المحيطة بالفرد ابتداء من وجوده في رحم أمه، يعني في دراسات تقول أن البيئة تؤثر كذلك والجنين في بطن أمه وحتى مماته. للبيئة لا شك ولا ريب أن البيئة دور في يعني التأثير بالنسبة للنمو بالنسبة للفرد. كذلك قالوا من العوامل المؤثرة في النمو إفرازات القدد. في هنا غدد صماء في غدد غير صماء. الغير صماء ليست موضوع دراستنا كالغدة اللعابية، الغدة العرقية، الغدة الدمعية، لكن محل دراستنا اللي تؤثر في النمو الغدد الصماء. سميت الغدد الصماء قالوا لأن ليس لها قنية
تفرز محتوياتها في الدم بشرة اللي الهرمونات اللي تؤثر في النمو. يعني ضروري الهرمونات هذه تتم افرازها بشكل معتدل، اذا زاد له تاثير سواء كان الجانب النفسي ولا الجانب الجسمي وغيره، واذا قل له تاثير لكن بشكل متوسط كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على نفسكم الرسول عليكم شهيدا. اذا الوسطيه بافرازات الغدد يعني يؤدي الى النمو السليم. قال بالنسبه للغدد هذه تؤثر في النمو من خلال ما تفرز من هرمونات، وكلمه هرمون هذه كلمه يونانيه معناها مثير او منبه، وسميت كذلك انه مثير للمنبه، تثير للانسجه، مثير لنا تثير للانسجه وتنبه على النمو حينا ولاداء وظيفتها حينا اخر، وكذلك تعتبر منبه بالنسبه لعمليه النمو. طيب لما نحدد هذه يعني احنا محل دراستنا انه الغده تسمى هذه يعني مثل الغده النخاميه والغده الدرقيه اللي هي الغده النخاميه اللي سيده الغدد يعني، والغده الدرقيه والغده الدرقيه حوالي القصبه الهوائيه، والبنكرياس اللي يعتبر اكبر غدد وغيرها من هذه الغدد، يعني افرازها بشكل متوازن يعني يؤثر في عمليه النمو للفرد يعني، وشخص يعني يؤثر في نمو الفرد او بنمو الشخصيه، والفرد لما يكون شخصيه سليمه يعني لابد ان تكون افرازات هذه بشكل متزن، ومن ثم يعني لكي يكون شخصا سليما يعني لابد افرازات الغدد تكون سليمه، يؤثر تاثيرا حسنا على سلوكه بصفه عامه هذا التاثير الغدد. اذا هذا ما تم القاؤه حول هذه المحاضره ما يتعلق بمراحل النمو، ونسال الله التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.